بمشاركة الآلاف من الموظفين في القطاع العام، نفذ اتحاد الشغالين أعرق المنظمات النقابية في تونس الإضراب العام الذي يمثل القطرة التي أفاضت الكأس في ظل فشل المفاوضات مع الحكومة للزيادة في الرواتب، إضراب رفع فيه الموظفون شعارات مناهضة للحكومة ولغلاء الأسعار وتراجع مقدرتهم الشرائية. ويعتبر الاتحاد أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها قبل أن يتجه الوضع للاحتقان أكثر، سيما مع ارتفاع مؤشرات الفقر والسياسات الاقتصادية الخاطئة بعد الثورة. اليوم نجدد العهد مع شعبنا بأننا سوف نكون كما كنا وسنظل الصوت القوي الحصن المدافع على تونس أخرى ممكنة. اليوم أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية يشنوا إضراب بكل ثبات. هالإضراب هذا جاء نتيجة عدم جدية الحكومة في التفاوض مع الطرف الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة فيما يتعلق بترميم المقدرة الشرائية للأجراء نتاعنا في الوظيفة العمومية. وتعيش تونس على وقع إضراب عام لم تشهده منذ عشرات السنين، وبين مؤيد ومعارض لتوقيت هذه الخطوة تدعو الحكومة للتهدئة وضبط النفس والعودة مجددا للتفاوض، سيما وأن هذه الزيادات ستعمق من عجز السيولة وتراكم الديون الخارجية، إلا أن عديد الأصوات النقابية والحزبية المعارضة تطالب بتصحيح الخيارات الاقتصادية التي أضرت بالطبقة الوسطى والفقيرة. مؤشرات الكل تدل أنه البلاد في طريق مسدود، والأزمة نتاع الحكم عميقة وشاملة، اقتصادية سياسية اجتماعية وأخلاقية أيضا. اليوم عرس الاتحاد العام التونسي للشغل، عرس المنظمة العريقة، اليوم عرس الخدام والبطال والموظف. واقترحت الحكومة زيادة بما يناهز 60 دولارا للموظفين على سنتين، غير أن ذلك لم يقنع الطرف النقابي الذي يتجه إلى تصعيد الموقف عبر الاحتكام إلى الشارع إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الطبقة الشغيلة. وضع مضطرب قد يذهب بالبلاد إلى مزيد من الاحتقان والتوتر. إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية تعيشه تونس في مرحلة تشهد فيها عديد التجاذبات بين واقع اقتصادي واجتماعي صعب لطبقة العمال والموظفين وعجز الحكومة التونسية عن إيجاد حل للتسوية. فإلى أي مدى يمكن حل هذه الأزمة قبل تصعيد المواقف؟ نجلاء بخريس، الغد، تونس.